في فيلم كاستوي لما سقطت طائرة الشحن ما نجا منها إلا شخص واحد مثل دور توم هانكس، فوجد نفسه وحيد على جزيرة نائية وما كان عنده أي وسيلة من وسائل الاتصال، فأدرك بأنه الآن معزول. وبعد مدة أصيب بالإحباط فطلع فوق الجبل علشان يشنق نفسه، لكن لحسن حظه أن جذع الشجرة اللي علق فيه الحبل انكسر وسقط على الأرض. عندها شعر بدفء مفاجئ وأدرك بأن عليه أن يبقى على قيد الحياة، أن يستمر في التنفس رغم أن المنطق كان يقول عكس ذلك، لأن كل محاولاته في الخروج من الجزيرة باءت بالفشل لأن المد كان ينحسر، وكان كل ما حاول يخوض البحر بالقارب الصغير اللي صنعه تضربه الأمواج وترجع مرة ثانية. وفي يوم من الأيام ارتفع المد وتغير المنطق واستطاع أن يبحر ويعود إلى وطنه، فاكتشف بأن المرأة اللي كان يحبها قد تزوجت، فالكل ظن بأنه مات. لكن شو قال؟ يقول: رغم أني فقدتها إلا أنني أعرف ما علي فعله الآن، وهو أن أتنفس لأن الشمس سوف تشرق غدا، ومن يدري ماذا سيحمل المد معه. خلق الله تعالى الأرض بجمال لا متناهي، وجعل لنا في كل بقعة فيها تفاصيل من الجمال الملهم، وخلقنا في أحسن تقويم، وضع لنا مستقبلات حسية لكل هذا الجمال، فنحن ننبهر عندما نرى شيئا جميلا ونطرب عندما نسمع صوتا عذبا. حتى الرائحة ملأناها في قوارير على هيئة عطور علشان نستمتع فيها، لكن رغم كل الجمال المحيط فينا نجد أن البعض يعني ما زالت عنده نظرة سلبية ما يركز فيها إلا على الأشياء السيئة ويبحث عن المناقصات، وكأنهم وضعوا على أعينهم غشاوة أو فلتر ما ينفذ منه إلا كل سيء، سبحان الله، ويحملون في أيديهم عدسة مكبرة لكل جانب سلبي في الحياة، فتشوفهم يركزون على كل سوء حتى تشبعت به أرواحهم، ولذلك يكثرون من التشكي ويلومون كل شيء في العالم، فتنضح نفوسهم بالحسد والغيبة والنميمة والإحباط. تقول الحكمة: كل إناء بما فيه ينضح، فما تملأ به عقلك وقلبك سينعكس على شخصيتك والطريقة اللي تشوف فيها الحياة، فاللي يزرع الجمال في داخله سيرى كل شيء جميلا بالتأكيد، حتى عندما يرى الإنسان نفسه في المرآة وهو سبحان الله لم يؤت شيء من الجمال فإني يبتسم لأن راضي عن نفسه. صدقوني ما في شيء أجمل في هذه الحياة من أن يرضى الإنسان عن نفسه، فعندها فقط يعيش دون صراعات. هذا ما يعني طبعا أن الإنسان يترك التجمل والتزين، فمحبة الجمال والسعي له هي فطرة إنسانية. يقول ابن عباس رضي الله عنه: والله إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل هي لي. سمعت عن جمال الروح؟ هل فكرت مرة شو يعني؟ جمال الروح مش يعني التبسم والضحك فقط، بل هو القيم والمعتقدات النقية اللي في داخلك، في التفاؤل والتسامح ومحبة الخير للناس، فهذه الصفات هي اللي تدفعنا لفعل كل ما هو جميل وأدراك الجمال من حولنا. وكمية الصفات النقية اللي تحملها في داخلك تجعل منك إنسان نبيل. يقول تعالى: واصبر صبرا جميلا. فقلت: سبحان الله، إذا كان حتى الصبر اللي المفروض يكون فيه معاناة وألم وبكاء وصراع وصفه الله تعالى بالجمال، فكيف غفل الإنسان عن الجمال نفسه؟ تعرفون ليش؟ ببساطة لأن الإنسان مشغول بالبحث عن السعادة في الماديات. طبعا هذا شيء طبيعي، فالسيارة والشنطة والمال وكلها هاي أشياء تجلب السعادة ولا شك، لكن أن نحصر حياتنا في الماديات فقط فإننا نظلم الحياة من حولنا. كل جمال زائل إلا جمال التمتع بذلك الجمال. شو يعني؟ يعني لما مثلا نتمتع بالفطور الصباحي بدون ما نفكر بالاجتماعات الطويلة أو العمل الشاق اللي بنقوم فيه لما بنوصل مكان العمل، أو لما نركب الطيارة وبدل ما نتذكر الساعات الطوال اللي بنتم فيها جالسين على الكرسي نتذكر الأشياء الجميلة اللي ممكن نسويها خلال الرحلة والأشياء الأجمل اللي راح نسويها لما نوصل. باختصار، الجمال الحقيقي يكمن في كيفية نظرتنا للحياة.
يقول الكاتب خيري منصور أن الناس منقسمين إلى قسمين، قسم ينظر إلى النصف الفارغ من الكأس، وقسم ينظر إلى النصف الممتلئ، ونسوا كلهم أن هناك النصف الثالث من المعادلة وهو الكأس كله بملئه وبفراغه. وكذلك هي الحياة، علشان ما نعيش بسذاجة أو تشاؤم علينا أن ندرك خيرها وشرها، ولكن حس الجمال فينا إذا غذيناه جيدا راح يدفعنا تجاه النصف الممتلئ بالتأكيد. أنا استغرب من المتشائمين حد القتامة وبعدين يقول لك يا أخي خلك واقعي. لا والله، يعني الواقعية صارت في اليأس والبؤس. الواقعية بالنسبة لي هي أن تحاول تغيير واقعك إلى الأفضل. اليوم العالم العربي مليء بالخلافات الطائفية والعرقية والصراعات والحروب والقتل، والناس داخلة في بعضها في تويتر وفيسبوك والإعلام بكل أشكاله. لكن في خضم هذا الصراع أتساءل، ما دوري أنا الإنسان البسيط؟ هل أخوض مع الخائضين باسم الدين والوطن والحرية وكل الشعارات البراقة اللي يرفعونها المتحاربين اليوم؟ ماذا سأجني؟ وشو المنفعة اللي راح تؤد علي، على أسرتي ووطني وديني والناس اللي أحبهم، حياتي بشكل عام؟ لا شيء، صدقوني لا شيء. لا خير يأتي من الخوض في الفتن إلا الشقاق والفرقة. ولما أدرك المعاني هاي كلها أقول في نفسي أن الحل الوحيد للخروج من دوامة السلبية هذه هي بالبحث عن الجمال ونشر المحبة. كل كلمة حلوة تقولها فأنت جالس تنشر المحبة، وكل كلمة سيئة تحجم عنها فأنت جالس تنشر المحبة. أجدادنا كانوا يضحكون ويمرحون، حتى شعرهم وقصيدهم كان فيه من الفكاهة ما لا نجده اليوم، على الرغم لأنهم ما كانوا متعلمين وما قروا ستيفن كوفي وأنتوني روبنز وكل هذه الناس الإيجابيين والمميزين، لكنهم ما كانوا يعانون من عقد نفسية، وما كانت الكآبة مسيطرة على حياتهم رغم الفقر ومشقة الحياة. تعرفون ليش؟ لأنهم كانوا ينظرون للنصف الثالث من الكأس. وأتساءل ليش ما نقدر إحنا وإحنا المتعلمين والمسؤولين ورجال الدين ورجال الأعمال والمبدعين، ليش ما نقدر أن نحسن الفرح؟ طيب شو الحل؟ وشو نسوي علشان نرى الجمال في الحياة؟ أولاً أن نتوقف عن الحكم على الآخرين. الحكم على الناس يقحمك في السلبية مباشرة. أول ما تشوف شخص وتشعر بأنك مضطر أنك أنت تحكم عليه، فاعلم بأنك دخلت في عالم مظلم، عالم تحاول تقنع نفسك فيه أنك أنت الأفضل، أنك أنت أحسن من الشخص هذا، أو على الأقل أنه أسوأ منك، فتبحث عن عيوبه وهفواته وأخطاءه وتتناسى كل إيجابياته وحسناته. وهذا بالضبط هو اللي يعمل الإنسان عن رؤية الجمال. ثانياً، مارس فن الإنصات. نحن كم فوتنا من فرص جميلة في حياتنا لأننا نبغى نتكلم دائماً. يعني مثلاً أطلع بالقطار في أوروبا أو في أستراليا من مدينة إلى أخرى مع مجموعة من الشباب، لما توصلون اسألهم شو شفتوا من مناظر في الطريق، صدقني ما حد بيتذكر، على الرغم من أنكم يمكن تكونوا مريتوا على أجمل المناطق في تلك البلاد، لكن الكلام والتلفون والمسنجر وتويتر وكل هذه الأشياء شغلتكم عن الجمال الحقيقي. أنصتوا ليس فقط للكلام بل للطبيعة والموسيقى والفن والجمال، فالمنصت أكثر قدرة على استقبال الجمال من غيره. يقول الشافعي إن الرجل ليحدثني بالأمر أعرفه قبل أن تلده أمه، فأصغي إليه حتى ينتهي من حديثه وأريه أني أسمعه لأول مرة. ثالثا، افتح قلبك وابدأ بالمسامحة. قد ما تملك أنك أنت تغير الناس، والمضي في كرههم بزيدك أنت هم وغم. تراك لما تكره حد هو ما ينظر، أنت فقط اللي تحرق أعصابك وتنقهر. لذلك الأسهل أنك أنت تقبل الناس مثل ما هم وتغير من نفسك، لأن تغيير النفس أسهل بكثير من تغيير الآخرين. وافتح قلبك، افتح قلبك لتقبل الحياة كما هي بدون صراع أو كفاح.
العمل والإصرار أدري مهمين، لكن أحياناً نحتاج أن نستسلم للحظة الآنية، لهذا المكان، لهذا المنظر، لهذه الرائحة، لهذا الشعور اللي اجتاحنا الآن. عندها فقط بتبدأ عقولنا بإدراك الجمال الحقيقي في حياتنا. رابعاً، اجعل لحياتك معنى، للحياة قيمة ومعنى، أعمالنا فيها تعطيها قيمة لأن نكسب من خلالها مال وتقدير ومكانة وأملاك وغيرها، لكن عطائنا فيها يمنحها معنى. فعندما تعطي تصل إلى قمة إنسانيتك وتصبح كالشمس اللي تسكب على الأرض نور دون أن تعرف من يسكن فيها، أو كالنجوم التي لا تضيء شيئا ولكنها ترشد التائهين في ظلمة البحار والمحيطات. علينا أن نكف عن البحث عن الأفضل ونبدأ بتقبل الأنسب. هذا ما يعني أن احنا ما نكافح من أجل السعادة، ولكن يعني أن احنا ما نستميت في سبيل الحصول عليها، لأن السعادة حالة نعيشها مش ظرف نمر فيه. من زمان ما كنت مقتنع بأن السعادة تنبع من الداخل، إلين ما انتبهت وشفت أن الفقراء اللي ما عندهم شيء في حياتهم والمرضى اللي يتألمون ويعانون كلهم قادرين على الضحك وعلى أنهم يحلمون بغد أفضل. عندها فقط أدركت بأن السعادة والفرح من صنع الإنسان مش هبات تمنح له. الحياة قطار سريع يمشي ويقف رغما عنا، وكل ما نملك فعله هو أن نستمتع بتفاصيل الرحلة ونختار المحطات اللي نقضي فيها وقتنا القصير. ما تهم المحطة أبدا، والمهم هو من يرافقنا فيها. السعادة أن تشعر بأنك لست في حاجة إلى أي شيء مادي، أن تكون روحك كالسماء صافية وشفافة وتسمح لكل شيء بالمرور من خلالها، ولكنها في نفس الوقت تظل كل شيء وتمنحه التفاؤل والأمل. ما أجمل أن يكون المرء كالسماء ينظر إليه الناس كلما فقدوا الأمل، إنها حالة التسامح القصوى. يقول إيليا أبو ماضي: هو عبء على الحياة ثقيل من يظن الحياة عبئا ثقيلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول، أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. مع السلامة. أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا كن جميلا ترى الوجود جميلا. أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليلا. فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخاف أن يزول حتى يزول، لخلود تحت السماء لحي. فلماذا فلماذا تراود المستحيل أيها الشاكي؟